تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المستمني يحييكم. السلام عليكم. واحد، الرئيس السيسي في البيت الأبيض، القاهرة قوة إقليمية كبرى. الرئيس السيسي في أول زيارة لرئيس مصري منذ سنوات في البيت الأبيض. الرئيس السيسي هناك علاقة ودية تربطه بالرئيس ترامب، كان أول رئيس في العالم يهنئ الرئيس ترامب تليفونيا عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 20 يناير 2017. الرئيس السيسي في أمريكا سيقابل الجميع، كل الفاعلين الرئيسيين في السياسة الأمريكية سيلتقيهم الرئيس، من الرئيس الأمريكي إلى نائب الرئيس الأمريكي إلى وزير الخارجية إلى قادة الكونغرس إلى كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية في أمريكا. مراكز البحث في أمريكا قالت إن الزيارة استراتيجية ومهمة جدا، وإن الرئيس السيسي لن يختزل الزيارة في الحديث عن مكافحة الإرهاب، وإنما يتكلم في قضايا اقتصادية وقضايا إقليمية وقضايا دولية، وسوف يقدم القاهرة باعتبارها قوة إقليمية كبرى. اثنين، لماذا قام أحمد أبو الغيط بشن أقوى هجوم على إسرائيل؟ الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط شن أكبر هجوم منذ توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية على نتنياهو وعلى إسرائيل. الأمين العام أبو الغيط قال إن نتنياهو متطرف، لأن هو بيرضخ لآراء وسياسات المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين. وقال الأمين العام أيضا إن إسرائيل ليست شريكا أساسيا أو جادا في السلام، وقال إنه نتنياهو بيسمم الأجواء لمنع قيام دولة فلسطينية. وقال السيد أحمد أبو الغيط إن إسرائيل تبني مستوطنات لمنع حل الدولتين في المستقبل. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، إنه الجيل الثاني من الحروب الإسرائيلية، إذا جاز وصف الجيل الثاني، هو حرب المستوطنات، إنه بعد حرب 48 وحرب 67 وحروب تالية، دي الحروب العسكرية، إنما الجيل الثاني مش الحروب العسكرية وإنما حروب المستوطنات، إن يجي على الأرض ياخد له 20-30 فدان، ياخد له 100-200 فدان، يضمهم ويصادرهم لصالح الحكومة الإسرائيلية، ويبدأ يبني عليهم مستوطنات، يعني يبني قرى وبلدات فوق الأراضي الفلسطينية. حرب المستوطنات معناها إنك على ما تفوق وتتفاوض يكون مين اللي على الأرض؟ اللي على الأرض الإسرائيليين. مين اللي بيمتلك المباني؟ الإسرائيليين. فكل شوية توغل في الضفة الغربية والقدس الشرقية إن ياخد أرض، كل شوية قد ما يقدر فدان 2-3-10 ويبدأ يبني عليهم بيت أو كومباوند أو أي مستوطنة. في النهاية تبص تلاقي إن المباني الفلسطينية بتنكمش في الضفة والمباني الإسرائيلية تتمدد في الضفة. لما تيجي تحل قدام يكون الإسرائيليين بنوا كتير جدا من المستوطنات. لو حضراتكم فاكرين طبعا اتفاقية السلام، والرئيس أنور السادات كان مدرك جدا لحرب المستوطنات، إن وقت احتلال إسرائيل لسيناء بعد 67 إن كل تأخير في الحرب وتحرير سيناء معناه بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة، كل يوم يخترعوا حاجة يبدأوا يبنوا على الأرض مباني جديدة. على ما تيجي وتحل تلاقي إن الوضع على الأرض تغير تماما، وإن في مباني ومنشآت وقرى وما إلى ذلك. للأسف ده اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين. بنتكلم على فلسطين حدود 4 يونيو 67، القدس الشرقية والضفة الغربية زحف للمستوطنات أو الجيل الثاني من حروب إسرائيل، حرب المستوطنات. أيضا في تحليل ذلك إنه النهاردة لأول مرة من 20 سنة إسرائيل تتبنى رسميا بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية. بنتكلم على إيه؟ لأول مرة من 20 سنة إسرائيل تتحدى وتعلن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
ثلاثة، مصر أدانت، الجامعة العربية أدانت. البعض يقول طب والإدانة مش كافية؟ أكيد الإدانة مش كافية، لكن الإدانة مهمة وأساسية. ليه؟ لأن إحنا في الظروف بتاعت ليبيا واليمن وسوريا والعراق وداعش والقاعدة وكل هذه الحركات وكل ما يجري، الناس نسيت فلسطين، وبقى في هموم تانية كبيرة جدا عند البعض ربما تفوق فلسطين، وبقت كل بلد عربية منشغلة بنفسها، وكل شعب عنده ما يكفيه من الهموم والمشكلات والتحديات. فلما نأتي في هذه الظروف رغم كل ذلك، إنما نظل ندين ونجرم ونقول إنه غير مقبول، وتصريحات قوية، تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ده مهم جدا، لأنه في نهاية المطاف سوف ننتصر، وفي نهاية المطاف هناك دولة في فلسطين، وفي نهاية المطاف سوف ينهزم مشروع نتنياهو. إنما حتى تأتي هزيمة مشروع نتنياهو، وحتى يأتي إعلان دولة فلسطينية قوية وفاعلة في المنطقة في المستقبل، لابد أن احنا كل شوية من الناحية الأخلاقية نكون يقظين، فنقول لأ ونرفض ونشجب وندين ونعلم الأجيال إن دي أرضنا وإن دي بلدنا، وإنه مش مقبول إطلاقا كل ما يخالف القانون الدولي والشرعية الدولية على أراضينا. حتى الشجب والإدانة في هذه الظروف له قيمة أساسية، أن تعلم الأجيال أن هذا خطأ، وأن هذا الخطأ لن يدوم، وأن فلسطين في نهاية المطاف إلى انتصار. لا يأس في القضية الفلسطينية، مهما تستعلي إسرائيل الآن ويستعلي نتنياهو الآن، هذا ليس آخر المشوار، سوف تنتصر فلسطين يوما ما وسيكون قريبا. ثلاثة، أوروبا تعاقب بريطانيا أزمة جبل طارق. دونالد تاسك هو رئيس المجلس الأوروبي، الجملة في منتهى الأهمية، شوف الجملة بقى والتعبير الدقيق والخطير اللي فيها. بعد ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو رئيس المجلس الأوروبي فعل هذه الجملة المذهلة: لن نعاقب بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي، خروجها عقاب في حد ذاته. احنا مش هنعاقب بريطانيا انها خرجت، هي عاقبت نفسها بالخروج، وخروجها من أوروبا هو عقاب في حد ذاته. هكذا يرى الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا من الاتحاد. لكن الحقيقة أن ده ممكن يكون كلام دبلوماسي، لأن أوروبا بدأت تعاقب بريطانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من أشكال عقاب أزمة جبل طارق. جبل طارق هي منطقة في أسبانيا، جنوب أسبانيا، وهذه المنطقة سنة 1713، عد بقى، 1713 أسبانيا سابت هذه المنطقة، هي صغيرة جدا لكن في مكان استراتيجي، سابت هذه المنطقة لمين؟ لبريطانيا. 1713، عد بقى 100 سنة، 1813، كمان 100، 1913، وكمان 100 الثالثة 300 سنة، يبقى 2013. احنا كام؟ 2017، يعني 304 سنة على تنازل اسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا، ومع ذلك طول ال 300 سنة اسبانيا بتحاول تاخد جبل طارق من جديد. فشلت كتير جدا انها تاخدها. سنة 81 لما جبل طارق خدت حكم ذاتي، الاسبان قالوا لهم طيب بصوا الاتفاقية اللي بيننا وبينكم اللي بموجبها سيبنا جبل طارق، احنا بنقول لكم ان في الاتفاقية لما تسيبوا جبل طارق بترجع لاسبانيا. قال لهم لا، ده احنا قلنا حكم ذاتي لكن لسه جوه السيادة البريطانية. 2002 عملوا استفتاء، 99% من الناس قالوا احنا مع بريطانيا، بريطانيا موجودة ومسيطرة كل هذه القرون. دلوقتي بريطانيا بتخرج من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي في وثيقة التفاوض في الخروج قالوا جملة جديدة تماما، قالوا مش هنوافق على وضع يخص جبل طارق إلا لما توافق أسبانيا. بقى في فيتو أسباني فيما يخص جبل طارق،
يعني مش سيادة كاملة لبريطانيا، إنما رأي أسبانيا هيكون محترم جوه الاتحاد الأوروبي. الإنجليز ضد هذا الكلام وهاجموه بشدة وقالوا أسبانيا بتمارس ضغوط وكده، الاتحاد الأوروبي واقف ضدنا في هذه القضية اللي هي قضية جبل طارق. إنها مش بس قضية جبل طارق، دي كمان في قضايا أخرى. الإعلام بيتكلم، الإعلام الغربي، على الحدود مع إيرلندا الشمالية، أيضا بيتكلم على القواعد البريطانية في قبرص، أيضا دلوقتي في احتمال استفتاء في اسكتلندا. يبقى إذا أزمة بريطانيا بعد الخروج مش بس أزمة اقتصادية، وإنما كمان أزمة حدود موجودة مع إيرلندا، وأزمة تفكك موجودة في اسكتلندا، وأزمة نفوذ موجودة في قبرص، وأزمة سيادة منذ فترة طويلة جدا أو استعمار أصبح سيادة لاحقا زي جبل طارق. فالأزمات بقت كتيرة جدا على بريطانيا نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي. يبقى الكلمة اللي بيقولها رئيس المجلس الأوروبي إن هم مش هيعاقبوا بريطانيا، كفاية عاقبت نفسها بالخروج، ده كلام دبلوماسي، إنما أوروبا بدأت تعاقب بريطانيا. تاريخيا حضراتكم لا بريطانيا بتحب أوروبا ولا أوروبا بتحب بريطانيا، وبريطانيا باستمرار بتعمل أن تكون أوروبا مفككة، لأنها لو بقت قوية هيضعف بريطانيا. وأيضا أوروبا بتحاول تكون بريطانيا ضعيفة، لأنها لو قويت هتحكم أوروبا، وده صراع تاريخي. التاريخ بيرجع مرة تانية، بريطانيا ضد أوروبا وأوروبا ضد بريطانيا. جبل طارق اللي عليه النقاش والحوار والجدل في هذه الآونة، والاتحاد الأوروبي خد موقف فيه لصالح أسبانيا، موقف غير مسبوق إن لازم رأي أسبانيا فيما يتعلق بجبل طارق. قلنا إن هو حتة صغيرة جدا، مساحتها 7 كيلو. على الخريطة عشان حضراتكم تخيلوا المشكلة القائمة الآن بشأن جبل طارق، احنا شبه الجزيرة الأيبيرية كده، وهنا المغرب بالطريقة دي تقريبا. هنا هتلاقي البرتغال، هنا البرتغال، وهنا أسبانيا، هنا جبل طارق، الحتة ديت مضيق جبل طارق، هنا المغرب، المملكة المغربية الشقيقة، تلاقي طنجة في المكان ده، وهنا أسبانيا. طبعا لحضراتكم اللي يزور طنجة هو هنا بيشوف أسبانيا قدامه مباشرة، أو في أسبانيا بيشوف الساحل المغربي في هذا الاتجاه. هنا البحر المتوسط، وهنا الأطلسي، محيط الأطلنطي، وهنا المضيق اللي بيصل، أدي البحر المتوسط كمل كده بقى لغاية اسكندرية. فالبحر المتوسط اهوت يعدي المحيط الأطلنطي يكمل لأمريكا. المضيق ده أهميته بقى إنه البحر المتوسط لغاية المحيط الأطلنطي. طبعا المياه بقى شغالة تكمل كده، قناة السويس تنزل البحر الأحمر، فهنا المضيق باب المندب وهنا مضيق جبل طارق، ده أهمية المكان الاستراتيجي ده. فين بقى جبل طارق؟ هو حتة صغيرة ما تبانش على الخريطة أصلا في المكان ده تقريبا. لسان صغير جدا، حوالي 7 كيلو زي ما قلت لحضراتكم، فمساحته صغيرة جدا، يعني لو خريطة كبيرة لأسبانيا ما يبانش، لو خريطة صغيرة ما يبانش أصلا على الخريطة. لكن المكان ده في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة، لأن أسبانيا شايفاه جزء من أراضي أسبانيا، والإنجليز اللي جايين من بعيد شايفين إن هو بقاله 304 سنة معهم بموجب اتفاقية دولية لازم يلتزموا، والأسبان بيقول لا، الاتفاقية انتهت، لازم نرجع هذا المكان. الناس اللي هنا أصلا أغلبهم إنجليز، ثقافة إنجليزية، تعليم إنجليزي، فأصلا واقفين مع بريطانيا مش مع أسبانيا. الاتحاد الأوروبي قال مش هنعمل أي حاجة تخص جبل طارق في المستقبل إلا بموافقة أسبانيا اللي هي دلوقتي الطرف في هذا النزاع. إذن أوروبا بالإضافة إلى أماكن أخرى من العالم عاد فيها النزاع التاريخي، أو عاد فيها التاريخ بريطانيا ضد أوروبا وأوروبا ضد بريطانيا. الاتحاد السوفيتي ومحاولة الوصول إلى جهنم وتصوير الجحيم. الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الأسطورية اللي كانت موجودة في القرن 20 في مواجهة أمريكا، سباق على كل شيء، الحرب الباردة سباق في عمق الأرض، وسباق داخل المجموعة الشمسية، سباق في الفضاء،
مين يقدر يطلع بره الغلاف الجوي، مين يقدر يصل الى القمر، مين يقدر يدور حول كوكب الارض. وكمان صراع تاني في عمق كوكب الارض، محاولة الوصول الى نواة الارض او جوف الارض. الارض كروية وهي كروية بهذا الشكل، فهو المحاولة ان في حفرة من هذا المكان او بئر يصل لهذا المكان. فاذا ادي كوكب الارض، مين يقدر يطلع الغلاف الجوي ويلف حوالين كوكب الارض، ده صراع، او يصل الى القمر او الى اي مكان في المجموعة الشمسية. الصراع التاني بقى جوه الارض، مين يقدر يحفر جوه الارض ويصل الى نواة الارض او الى عمق الارض او الى قلب الارض. وبالتالي الصراع كان على المستويين دول. وطبعا جولة تكسبها امريكا، جولة يكسبها الاتحاد السوفيتي. فمثلا في موضوع الوصول الى عمق الارض او الى قلب الارض او جوف الارض، امريكا سنة 61 وصلت الى ان هي حفرت اسفل القشرة الارضية. احنا سطح الارض، وبعدين قشرة ارضية كام كيلو، وبعدين تعدي القشرة الارضية. تخيل بقى اللي بيحفر بير لما بيوصل لكام متر بيكون وصل لارقام كبيرة جدا. هما بقى حفروا بير يتجاوز القشرة الارضية. وصل بقى عمق البير ده لقد ايه؟ اللي بيحفر 5 متر يبقى كتير، 20 متر ده فظيع، اللي يحفر 200 متر ده يعني رقم قياسي. انما الرقم اللي امريكا وصلته سنة 61 انها حفرت بئر عمقه 10 كيلو، 10,000 متر، 9,500 شوية، يعني حوالي 10,000 متر. فتخيل بقى انت جوه البير ده، لما حد ينزل البير ده يمشي جواه 10 كيلو، 10 كيلو في عمق الارض في جوف الارض. الكلام ده امتى؟ 61، اللي هو يسمى بئر اوكلاهوما في امريكا. فبئر اوكلاهوما ده 10 كيلو في عمق الارض، 10,000 متر تحت سطح الارض. السوفيت طبعا مش ممكن الموضوع يفوت كده. 62 على طول، يعني سنة 1961، بئر اوكلاهوما 10,000 متر عمق البير في الارض. السوفييت 62 بداوا يردوا على الامريكان، فبداوا حفر بير وصلوا فيه سنه 83 بقى، ما الحفر بقى ده سنوات، وصلوا لكام؟ ل 12,000 متر. فكده زادوا 2000 متر على الامريكان، او 2500 متر تقريبا. لكن اول ما وصلوا ل 12 كيلو تحت الارض وكانوا بيسجلوا، يعني في أجهزة محاولة الاستماع إيه اللي بيحصل في جوف الأرض، سواء لأي أصوات، أي ترددات، أي ذبذبات، محاولة فهم ما يجري هناك، إما تصوير وإما أصوات. وهم عند 12 كيلو اتهد البير تاني، 5 كيلو من البير اتردم تاني. فبقوا كام؟ يعني هم كانوا وصلوا في العمق قد إيه؟ 12,000 متر. جاء مناطق وقع في البير سدها تاني، فبقوا 7,000 متر، اتسد 5,000 متر. حفروا تاني كام سنة، قعدوا 5 سنين يحفروا، لما وصلوا 12,000 متر مرة تانية. وبينما بيكملوا علشان يصلوا إلى كام بقى؟ إلى 15,000 متر. وهم عند ال 12,000 متر بيحاولوا يكملوا، الصحف الصفراء نشرت انه في اجهزه استماع موجوده في هذا العمق، لانه في تصور انه جهنم او الجحيم موجوده في جوف الارض عند ديانات مختلفه وثقافات مختلفه. في القران الكريم الايمان بالاخره والايمان بالعذاب والايمان بجهنم هو جزء رئيسي من العقيده الاسلاميه، لكن مفيش يقين فيما يخص أين توجد جهنم أو أين توجد الجحيم. المكان الجغرافي لجهنم أو الجحيم علماء مسلمين تكلموا فيها، لكن فيها جدل. فالمسلمون يعتقدون يقينا بوجود جهنم والعذاب، ولكن ما يخص المكان الذي توجد فيه جهنم في جدل ونقاش. إنما في ديانات أخرى بتعتقد إنه الجحيم أو جهنم موجودة في جوف الأرض،
تحت الأرض في الأعماق. فالصحف الصفراء نشرت إن السوفييت توقفوا نتيجة إن هم سمعوا أصوات ناس بتتعذب في الداخل وصراخ وعويل، وبالتالي اعتقدوا إنه الجحيم أو جهنم موجودة في هذا المكان، وإن هم كل ما يحفروا أكتر هيصلوا إلى قلب الجحيم، وإن الأصوات المروعة اللي سمعوها ديت ربما اللي أدت إلى وجود جن أو عفاريت أو كائنات غير بشرية، أدت إلى إن هم يهدوا البير مرة تانية ويهدموا 5 كيلو داخل هذا البير أو 5000 متر يردموه من جديد. ودي الأصوات اللي بثتها مواقع مختلفة بتقول إنها لأصوات صراخ الناس في الجحيم تحت الأرض حين حفر الاتحاد السوفيتي هذا البئر العميق، بئر الجحيم 12,000 متر في شمال غرب روسيا. لكن طبعا في تشكيك في هذا الكلام، وفي كلام ان دي مؤثرات صوتية اتعملت، وانه مش صحيح ان هم سمعوا هذه الاصوات في الداخل، انما العلم توصل الى ما يلي في هذا الحفر. نمرة 1، درجة الحرارة عند 12,000 متر في عمق الارض تصل الى كام؟ 180 درجة مئوية. لو كانوا كملوا 15 كيلو تحت الارض كان هتصل الى 300 درجة مئوية، وده يؤكد بقى علميا ان جو في الارض درجة حرارة مرتفعة للغاية. نمرة 2، علميا انه في ثراء مذهل تحت القشرة الارضية، ذهب والماز ونحاس بلا حدود. يعني اللي يقدر يحفر بير، مش عشان حد يحفر طبعا مستحيل حد يوصل لهذه الارقام، انما اللي يقدر يتجاوز القشرة الارضية هيجد كميات لا نهائية، ملايين الأطنان ربما من الذهب ومن الألماز ومن النحاس، يعني مغارة علي بابا الحقيقية موجودة في أعماق سحيقة تحت القشرة أو تحت سطح الأرض. نمرة 3، إن صلابة الصخور كل بقى ما تنزل لتحت في القطاع تحت السطح ثم تحت القشرة بتلاقي بقى الصخور تبدأ تذوب، تبدو كالبلاستيك، وبعد كده الصخور بتبدو وكأنها سوائل. فده معناه درجة الحرارة الفظيعة جدا في جوف الأرض ربما يكون النواة الأرض الأساسية قد لا تكون صلبة وربما كانت سائلة. نمرة 4، العلماء وهم بيدرسوا بقى لما جابوا تربة من تحت الأرض من الأعماق السحيقة ديت، وبعدين لما العلماء السوفييت راحوا الفضاء بعد كده وكذلك الأمريكان، ولما جابوا تربة من سطح القمر وبعدين قارنوا تربة سطح القمر بتربة كوكب الأرض لكن تحت القشرة الأرضية، لقوا إن نفس تربة القمر، يعني تربة القمر هي بالضبط تربة الأرض لكن اللي هي تحت القشرة الأرضية. والعلماء بناء على ذلك أيدوا فرضية بتقول إنه القمر كان جزء أصلا من الأرض وبعدين انشق القمر عن الأرض وبقى منفصل عن كوكب الأرض. فهم لما حللوا المواد اللي جاية من سطح القمر والمواد اللي جاية من جوف الأرض لقوها متشابهة، فذهبوا إلى هذه الفرضية اللي قلت لحضراتكم إن القمر كان جزء من كوكب الأرض وبعدين انفصل عن كوكب الأرض في أحد الأزمنة السحيقة. لكن الأصوات اللي احنا سمعناها في شك علمي كبير جداً، وانها قد لا تكون اطلاقا قد سمعت في الداخل، وان ما يقال الجحيم او جهنم تحت الارض عند هذا المستوى وان السوفييت وصلوا اليه ده كلام غير مؤكد علميا. انما المؤكد دلوقتي ان هذا البئر لا يزال، وانه محاط باحكام، وانه اخطر من اي مفاعل نووي، وانه مفيش حد يجرؤ انه يقرب على الاطلاق من اي مسافة من بئر الجحيم في شمال غرب روسيا. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.